فريدة من نوعها. في البداية يعني غادي نعطي واحد التعريف وكذلك الأهداف للشبيبة الحركية. فالشبيبة الحركية منظمة مهيكلة ومنتخبة تجمع الشباب الراغب في الانخراط في صفوفها والبالغ من العمر ما بين 18 و35. هذا هو اللي احنا يعني ربما كان فرد به الشبيبات الأخريات، يعني تخلصنا مثلا من السن حتى 35 سنة، يعني ما كليناش 40، وراه كاين يعني نقاش أننا نردو حتى 40. وهي منظمة موازية لحزب الحركة الشعبية متشبعة بمثل العدالة الاجتماعية والأصالة الوطنية، مرتوية بروح التكافل والتضامن والتعاون، جاعلة من أسس الهوية المغربية بتنوعها وتعدد روافدها قاعدة صلبة وأساس بنيانها المتراص. وتعمل المنظمة بصفة مستقلة في التسيير واتخاذ القرار، وتتكون من هيكل تنظيمية منتخبة مركزيا وإقليميا تنهل من الليبرالية والديمقراطية أساس وتوجهات عامة، بغية المساهمة في النهوض بمجتمع حداثي ومتحرر في إطار عقلاني ومسؤول، تحفز القوى الاقتراحية للشباب لتتبوأ الصدارة في وضع التصورات والحلول للقضايا والمشاكل والصعوبات التي تعترض شبابنا، قصد إزالة غيوم الإحباط عن سماء المستقبل الاجتماعي الاقتصادي والسياسي لبلادنا. تعمل كذلك المنظمة على تقدير الشباب والعمل على إدماجهم داخل وسط سياسي ليبرالي وديمقراطي مفعم بالأمل والثقة. أهداف الشبيبة، أو من بين أهداف كاين الدفاع عن الملكية، الدفاع عن الوحدة الترابية، الدفاع عن الأمازيغية كلغة رسمية بجانب اللغة العربية. تعمل كذلك على تكوين شباب مثقف واعي بالقيم الإنسانية المبنية على الحرية والمساواة والانفتاح والحق في الاختلاف، نشر روح التطور والتضامن الاجتماعي وترسيخ قيم الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ العنف والتطرف بكل أنواعه. العمل على انخراط الشباب في القضايا الكبرى على الصعيد الوطني والدولي وحثه على متابعتها والمساهمة في اقتراح والتماس الحلول لها. العمل على تنشئة الشباب تنشئة سياسية وفق مبادئ وأهداف الحداثة والديمقراطية. الدفاع عن حقوق الشباب وخدمة القضايا الوطنية والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي التنموي. دعم كذلك قضايا المرأة ومساندتها وترسيخ وتعزيز مكتسباتها. الاهتمام بقضايا الأسرة والطفولة. خليو شوية الورق ونحاولوا مثلا احنا كشبيبة مثلا نهضروا على العزوف السياسي. علاش العزوف السياسي مثلا؟ خصنا إلى بينا مثلا نرجعوا مثلا الشباب أنه يرجع لك الثقة وتعطى في لك الثقة باش نوليو ونديروا في لك الثقة ونوليو باش تكون نسبة التصويت تكون مرتفعة. خصنا نعرفوا واش هي الأسباب اللي خلات هاد الشباب مثلا كيعزف على السياسة. فينا اللي جينا نتكلموا هناك بزاف ديال الأسباب، من بينها كنشوفوا كاين شي بعضهم مثلا لا في الأحزاب اللي باغي يبقى تما، ورثها لولده ورثها لحنا ورثها لكذا، باغي غير ما يعيشوا تما. وبالتالي كيبغي انت هذا الشاب غادي يزيد يكمل وغادي يزيد يرجع الثقة. يعني منك واحد عاود غير كيسيي الكرسي كتشقل وكيبقى قاعد تسمى بالكرسي، ما عمره يتبع عاد عاود تاهو. إذا كاين أمور هذه هي اللي من شنو نهضروا بالمنبر، علاش ودي هذا السبب؟ علاش؟ وراها باين. وانا عاود مثلا ملي غادي نجيو نهضر مثلا على هذاك الحزب، الناس غادي يطلعوا غادي نجيو نهضروا على الكتابه على باش كنا غادي نلقاو غير جوج ولا ثلاثه وبقى بيناتهم يبيعوا ويشريوا صافي تنازلوا لهذا تنازلوا اي يوم. يقول لك الشباب بقى يدير عليهم المصرح يولي هما مثلا نصف على المصرح على الحروده قال ندير عليهم المصرح. هذا الشيء علاش؟ نهضروا على الاسباب ونهضروا عليها كما هي. يعني صافي ذاك النفاق السياسي، لان من جيت انا كنعرف السياسه واش هي السياسه. فالنوره راه ما كان لها ولا يعني الدريب اللي وقع في يدها غادي تنجح فرصها. اذا بالتالي انا كنشوف ان اذا بغينا نخليو هاد الشباب وتشعلوا الثقه بحيث كما بغى يكون خصنا نحاولوا نهضروا نيشان، يعني بالمنطق. اجي خويا عندك ما عندكش ما عندكش. اذا ما بقاش نكذبوا على الشباب ونقولوا لنا غادي نديروا ما كان احسن. احزاب كامله مثلا تسيات
كاين اليساري كاين اليميني كاين ذاك الوجدات ما عمرنا كنشوفوا ان الحوايج باقيه هي كما هي اللي باقي باقي البطاله كاينه راه حتى شي واحد اللي يكون خدام اللي ما البطاله كيدير مقطع عليها راه حاجه لان هذا هو الهم الكبير نتاع جوج الشباب والشابات قدر يحل البطاله اللي معاك اما غير الهضره ديالو غادي ندير لك الدور حريقه والدور هذه اللي ما طلعتش ما تعرفش حتى على واحد علاش كنحب مثلا الشباب وهذا هو مثلا حنا في الشبيبات كنتمنى اننا في الشبيبات كيفاش نحاولوا نحيدوا داك الشيء ديك العقليه اللي راه عند الناس اللي قبل نقلعوها ونطلعوا كشباب جديد نطلعوا على اساس اننا نغيروا تكون عندنا ديك نتاع نيشان اننا نغيروا اللي ما يسالش يبعد تما عين مثلا كيما كنشوفوا مثلا حتى في لائحه تاع الشباب مؤخرا كي كان دار واحد حط ولده هو في الاول واحد حط غير ما عرفش ما حتى عندنا تما غير يمكن الله ما عرفش يعني ما كاينش ما كايناش شي معايير يعني اللي حقيقيه من خصها انها الدوله تعتمد واخويا من الشباب اللي خدامه حالا ما كاين لا ولد عمتي ولا ولد خالتي جيبي كاين شبيبه انا نحطوها انا اللي عنده شي حاجه وعندها ما باغي نيشان انه يخدم هذا الصالح تاع هذا الوطن مرحبا اما لا بقى نديرو ديك الحسابات لا نديرها هنا هذا كنت كذا نديرو لا اذا هذا هو علاش من كنجيو نهضروا على العنصر السياسي هذا من كاين الحوايج والتصغير ما كانش اذا مثلا انا كنت حضور الشبيبات يعني كنتمنى اننا نطلعوا نجي من القاعده نطلعوا النهار اننا مثلا في الفروع نحاولوا نكون نقاش نكون مستفيد على اساس اننا كيفاش نغيروا كيفاش نطلعوا مثلا هذا الفرع مثلا بوجده فرع في جراده فرع في الدرقيل فرع كذا في البركان هذه كيفاش اننا نطلقوا من تما ونقطوا نصيروا على القارب مثلا على المركز انه يدير هذه الحوايج علاش كاين الحراك كاين هذه كاين كما قال الدكتور نتاع الاخ في البدايه يعني كاين الاسعار كاين بزاف ديال الحوايج المشاكل بالجمله التطورات بالجمله ولا هذا صغير فراه كاين احزاب ولا دخلوا حتى الانتخابات عاد كتبان لنا كيف بغيت انت هذا الشباب غادي يثيق فيك انت وانت كتبان حتى الانتخابات واربع سنين ولا خمس سنين حتى هو الانتخاب وتتبينوا مهرجان ما يروحش من مصر كتعرف بيت كاين ما لاقيش فيه يسكن كاين اللي تقرا عليه كاين المعطلين راهم بالجمله تا هما في راه مال الاحزاب يعني انا الهبوط من الخطر خدينا من البروتوكولات هذيك نتاع كدا اجي انت تبيع الوطن وراك لا معنى ما نديروا بهذا الحوايج الا بغينا فريمون نيشان اننا ردوا ثقه الشباب هذه خصنا نخدموا وشكرا.